نتكلم عن التكاثر اللاجنسي في الكائنات الحية. التكاثر اللاجنسي في الكائنات الحية ليه أشكال: بالتبرعم، بالتجدد، بالتجرثم، انشطار ثنائي، تكاثر خضري. الصورة اللي قدامنا دي عبارة عن انشطار ثنائي في خلية البكتيريا. طبعا كل الكلام ده في كائنات بدائية الايه او كائنات وحيدة الخلية، برضو دي انشطار ثنائي في البكتيريا. الكائنات البدائية دي منها برضو البكتيريا والأميبا. الصورة اللي قدامنا دي بتوضح شكل الأميبا والتركيب بتاعها. تاني نوع اللي هو التكاثر بالتبرعم، وده بيحصل في الخميرة، فطر الخميرة. طبعا الفطر الخميرة بالتكاثر بالتبرعم فيه بينمو البرعم كبروز جانبي، بعد كده بتنقسم الخلية نواة ميتوزيا إلى نواتين، تبقى إحداهما في الخلية الأم وتهاجر الأخرى إلى الإيه؟ البرعم وتنقسم. دي نجم البحر تكاثر نوع تاني اللي هو تكاثر بالتجدد، انفصال جزء منه وينمو تاني إلى نجم بحر إيه؟ جديد. ده عيش الغراب أو فطر عيش الغراب، بيتكاثر بحاجة اسمها الجراثيم. الجراثيم بتبقى في الأماكن اللي هي الصغيرة اللي من تحت دي، ده برضو بيبقى نوع تاني من أنواع التكاثر اللاجنسي في الكائنات الإيه؟ الحية. أما بالنسبة لي آخر نوع من أنواع التكاثر اللاجنسي في الكائنات الحية اللي هو عن طريق أجزاء من النباتات، وده اسمه تكاثر خضري. عن طريق جزء من النبات بيتم إنتاج أعداد كبيرة منه، تكاثر خضري